Jemand nur Englisch? Wie hat er mich gewusst, Laura Glesier? We will change to English in a few minutes, okay? Ja, wir haben Paula mit der Jungle Laura Glesier. Okay, ich heiße euch nochmal herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Das ist wirklich wunderbar. باسمي برحب فيكم وعن جد كثير مبسوط لوجودكم اليوم معنا. Mein Name ist Christian und sein Name ist Raed. واسمي كريستيان وانا اسمي Raed. اهلا وسهلا فيكم. Und wir wollen mit ein bisschen Musik beginnen. راح نبلش شوي مع الموسيقى. Wir haben keine besonderen Sänger hier, die jetzt hier wunderbar uns etwas vorführen. Also haben wir uns überlegt, dass wir hier ein Video zeigen und ich würde mich freuen, wenn wir dazu alle aufstehen. Der Text ist auf Arabisch dabei. Und wer die Lieder kennt, darf mitsingen. Und wer die Lieder nicht kennt, der singt bitte auch mit. Okay, wir beginnen. Thank you.
Ihr könnt euch wieder setzen. You can sit down, please. You sit down. أهلا وسهلا بالجميع. أتمنى أن تجلسوا في أماكنكم. Welcome, Pastor Ghassan. أهلا وسهلا قسيس غسان. He will tell us today a few things. هو سوف يتحدث لنا في هذا المساء عن بعض الأمور. But now, in the beginning, we thought that we changed something. We thought that we فكرنا أنه في شيء يجب أن يتغير. We don't translate in English from here. فضلنا أن ما تتم الترجمة باللغة الإنجليزية من هنا طالما الأغلبية هم يتكلمون اللغة العربية. Everybody who needs the English language, please go to the back. أي شخص يحب ترجمة باللغة الإنجليزية يذهب إلى الخلف. ما بعرف ليش عم ترجم هالموضوع. Our brother Peter will translate in English for you. أخونا بيتر هو سوف يترجم للغة الإنجليزية. We do it because we believe the people who need the English language are not so much. يعني احنا فكرنا إذا في ما بما إنه الذين يتحدثون اللغة العربية هم أكثر فيجب أن يذهبوا الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية إلى الخلف. So the most of you looking Arabic. أغلبكم هم يتحدثون العربي. Now I leave you and please. Pastor Ghassan. Thank you so much. شكرا جزيلا. الآن سوف يترك المنبر إلي. في البداية أحب أن أطلب من الأهالي يا ريت إنه يسيطروا على هدوء أولادهم. نحن في محضر الله. نحن في محضر الله. نحن سوف نتكلم كلام الله. فأرجو بمحبة من الأهالي أن يهدئوا أولادهم أو يأخذوهم إلى صالة في الصالة الأخرى يعني يلعبوا هناك. يا ريت نحافظ على الهدوء. يا ريت نعرف إنه إحنا في محضر الله. فيجب أن ما يكون حديث بصوت عالي أو شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. أهلا وسهلا بالجميع مرة ثانية. أنا اسمي القسيس غسان توماس من العراق. متزوج ولدي 3. مارك عمره بكرة يصير 21 سنة. أندرو 18 سنة. غريس بنتي غريس يعني نعمة عمرها 12 سنة. إحنا عشنا بالعراق. أنا من العراق وعشنا سنين طويلة لكن لظروف معينة مش وقتها نحكي ما هي الظروف. مخاطر وصعاب عديدة تركنا البلد وأصبحنا خلال 48 ساعة قررنا أن نكون لاجئين. كان أمر محطم نفسيا إلي ولزوجتي وأولادي. خلال 48 ساعة قررنا نترك بيتنا وكنيستنا وذكرياتنا وحياتنا وصورنا وملابسنا ونصبح لاجئين في تركيا. قدمنا إلى الأمم المتحدة. كان عندي كل يوم أسأل الله ليش يا رب ليش يا رب ليش يا رب. بعدين الله قال لي هل أنا اتفقت معك اتفاق وكسرت الاتفاق حتى تسألني ليش؟ قلت له لا حاشا. هل أنا وعدتك رح تولد بالعراق وتموت بالعراق؟ قلت له لا يا رب حاشا. قال لي هل وعدتك أنه فقط في العراق رح أحميك وباركك؟ قلت له لا يا رب. ليش لك المضايق؟ إذا أنت تحب تخدمني اخدمني بأي دولة بالعالم. انظر حواليك في تركيا. وبلشت أشوف الناس اللاجئين وصار عندي حب للاجئين غير طبيعي غير طبيعي. ما كنت أكرههم بس ما كنت لاجئ حتى أفهم شعورهم. بس من أصبحت لاجئ فرق ثاني. وبلشنا نعمل خدمات مع بعض مثل ما هيك عاملين. ويجوا اللاجئين وصارت صحبة حلوة. وبعد سنتين رحنا على استراليا وعشنا باستراليا. قلت له
كويسة بس حسيت الثوب مش ثوبي خلاص أنا صرت لاجئ صارت دمغة علي للعمر كله أنا حابب أخدم اللاجئين أنا حابب أغسل أرجل اللاجئين أنا حابب أسمع للاجئين أنا حابب أفهم لأني ليس بالصدفة أصبحت لاجئ أنا أعرف لما الإنسان ينحرم من بلده من عشيرته من ذكرياته من أصدقائه أنا فقط أقدر أفهمهم مش غيري في كثير ناس ممكن يقفوا على المنبر لكن مش كثير ناس يقدروا يفهموكم أنا أقدر أفهمكم لهذا السبب أصبحت واعظ متجول حول العالم وإما في لاجئين أروح أغسلهم رجليهم أسمعهم أحبهم أخذ وقت معاهم أشوف شو هي حاجاتهم وأروح طبعا الحاجات الداخلية وليس الحاجات يعني الواحد يريد له إقامة أنا ما فيني أعطي إقامة بس أنا فيني أسمعك أنا فيني أبكي معاك أنا فيني أحضنك أنا فيني أصلي لك أنا فيني أتواصل معاك هذا اللي أقدر أعمله وأتمنى هذا الشيء كلنا محتاجين فكرت شنو اللي لازم أحكي معاكم كل واحد من عندنا مرات كلاجئ يحس إنه هو ضايع وشعور الضياع صعب كثير واليوم رح أحكي عن ضياع من نوع آخر ضياع روحي مرة من المرات كنت صغير وأهلي كانوا يحبوا يسافروا كل سنة وطلعنا على رومانيا سياحة وطالعين احنا على رومانيا وانا كان عمري 7 سنوات أو 8 سنوات وكنت حرك كثير ما بحب اهدى بمكان واحد بروح هون وبروح هون وبطلع وبجي واجى ترام وتعرفوا انا كمولود بالعراق ما عندنا ترام بالعراق عندنا باصات عندنا سيارات عندنا تاكسيات وفي قطار يطلع من دولة من مدينة لمدينة بس ترام ما في واجى الترام وانا نطيت بالترام كان يسد الباب ومشي بالترام وبلشت أمي تصرخ غسان غسان الحقوني غسان وأنا رعبت يعني خلاص ما في ماما وبابا 7 سنين وبلشت تدور أحداث ببالي كلها خلال دقيقة أو دقيقتين وأنا دا أصرخ كيف رح أتربى كيف رح أكل وين رح أنام منو رح يعتني فيه شو رح أدرس شو رح أتعلم لغة وتذكرت بس حافظ كلمة واحدة ستوب ورحت على سائقة القطار وبلشت أصرخ ستوب 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 وفتحوا الباب ونزلت وتلقوني أهلي هذه كلها كانت خلال دقائق دقيقتين أو 3 بس كانت كأنها 2 علي الضياع أمر رهيب أمر مزعج كل واحد من عندنا يعرف هنا بألمانيا أنا ما أعرف بس إحنا بأستراليا لازم نستخدم نافيجيتر الخارطة حتى نندل ما فينا نعتمد على ذكائنا أنا شاطر أنا كنت أعرف الطرق بسوريا أكيد رح أعرف الطرق بألمانيا لا يا عمي شطارتك مش لإلك لازم خريطة هسا أنت مو بالبلد اللي تربيت فيه لازم خريطة لا شطارة تفيد ولا ذكاء يفيد لازم خريطة لازم في دليل حتى أعرف أنا وين رايح ومنين جاي المشكلة حلو إنه لما واحد يقول أنا ما بعرف أنا بدي خريطة بس المصيبة في ناس ما بتعرف وكبرياءها يمنعها تقول أنا ما بعرف شو عيب أنت زلمة كبير أو أنت امرأة ناضجة كيف تقولي أنا ما بعرف لا مش عيب مو عيب أبدا أقول أنا ما بعرف العيب إنه أعرف إنه أنا ما بعرف وأظلني مش عارف تعرفون خلال 24 سنة من إيماني كل الأغلاط اللي بحياتي كل المشاكل اللي صابتني بحياتي هي عندما أخذت أنا قرار بعيد عن الله أنا أؤمن أن الله أبونا الله هو أبي علمنا يسوع المسيح عندما نصلي قال ومتى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات إذن هو أبوي مو عيب أنه أنا أحكي مع أبوي بس العيب لما في قرارات حاسمة بحياتي أقررها بمعزل عن أبوي هو يحبني هو يريد خيري يا رب ساعدني أنا أشوف طريق ناجح بحياتي ساعدني أنا أعمل هذا الأمر ساعدني أغلب الأمور اللي فشلت فيها بحياتي كانت بمعزل عن الله وأقولها أمامكم وأعترف لم أطلب إرشاد أحكي لكم قصة
في حرب الخليج تعرفوا راحوا جنود أمريكان على السعودية وراحوا جنود بريطانيين على السعودية للمساهمة في حرب الخليج. وطلعوا جنود أمريكان وبالصحراء ضاعوا وما في بوصلة ولا في خارطة الطريق وضاعوا ويدوروا ويروحوا من هون ويروحوا من هون ويريدوا يندلوا وضاعوا. وفجأة اجت سيارة جيب عسكرية واجا عقيد بريطاني، واحنا نعرف البريطانيين منظمين جدا مش مثل الامريكان، الامريكان منظمين مش منظمين، بس البريتش هم كثير كثير متزمتين. واجا لابس ملابسه العقيد البريطاني ولابس الكاسكيت والنجوم تفاجأ شو هالناس البلا احترام. قالوا له انتوا بتعرفوا عم تحكوا مع مين؟ قالوا يجي علينا، لا احنا عارفين احنا وين ولا هو عارف هو مين. كل واحد همه شيء، هو بده احترام وهني بده خارطة الطريق، ما في تفاهم. اليوم اغلب الناس يفشلون لنقص الارشاد لا لنقص المقدرة. يعني أنت مش ليس قادر لكن ما عندك الإرشاد الصحيح. كلنا قادرين أن نعمل أمور عديدة في هذا الزمن، إن كانت خير وإن كانت شر، بس ما في عندنا الإرشاد الصحيح. جيل الشباب، في كثير شباب أجوا من غير بابا وماما، من غير الأهل، من غير أخوتهم الكبار، تحسهم ضايعين. لكن عندما نتكل على الله، نتكل على ربنا، نعرف خارطة الطريق الصحيح. اليوم حابب أحكي من سفر الأمثال. تعرفوا سفر الأمثال مين كتبوه؟ سفر الأمثال هو سفر من أسفار الكتاب المقدس اللي كتبه النبي سليمان. ماذا كان موصوف النبي سليمان؟ بماذا كان موصوف؟ بالحكمة. النبي سليمان كان موصوف بالحكمة. أنا اليوم راح أحكي من سفر الأمثال والأصحاح الثالث. يوجد ثلاث أمور نعتمد عليها في حكمتنا مع الله وفي حياتنا. أولاً، طريق الحكمة مبني على الثقة. ثانياً، الثقة غير المشروطة مع الله. ثالثاً، طريق الحكمة مصمم على الحق. ثالثاً، مجازات الحكمة هدوء وسكينة وسلام. راح أحكيكم ماذا قال النبي سليمان. يا ابني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس. توكل على الرب، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. لا تكون حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر، فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مسطارا. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأبن بابن يسر به. آمين. أول ما آمنت بالرب يسوع المسيح حفظت هذه الآية وبقيت إحنا نقول مثل الحلق بإذني. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. ماذا يجرب سليمان الحكيم أن يقول لنا في هذا المساء؟ هناك يجب أن يكون ثقة كاملة بمشورة الله لحياتك. هناك يجب أن يكون ثقة كاملة بخارطة الطريق التي يعطيها الله لك دون أي شروط. يجب أن تقبل ما يريده الله لحياتك دون تعديل أو تحريف أو إضافة أو تقليل. صدقوني يا جماعة، أنا أتعلمت
شروط على الله حتى تثق فيه. يا ربي لو وديتني ألمانيا رح أعبدك العمر كله. يا ربي لو نجحت ابني أنا أصلي لك أسبوع. يا رب يا ربي إذا عطيوني إقامة رح أبلش أقرأ كتاب مقدس. ويا رب ويا رب إلهنا مش إله رجاوي. ما بده إياك بشرط أن تقبل. صدقوني هذه إهانة لإلهنا لما نضع شروط حتى نعبده. تخيل يا رجل لما زوجتك تقول لك إذا اشتريت لي فلانة مرة رح أغسل لك ملابسك وأطبخ لك. هل هذه علاقة صحيحة؟ أو أنت تقولها إذا عملت فلانة مرة أنا رح أشتري لك اللي بدك إياه. أصبحت علاقة مش مضبوطة. في أخ وعطا صار بالموضوع. مش محبة. بتوافقوني على هذا الكلام؟ آمين. كل المؤمنين يملكون الروح القدس، لكن الروح القدس لا يملك كل المؤمنين. الروح القدس هو روح الله، هو أرسله. قال المسيح سوف أذهب. المسيح صعد للسماء جسد روح. قال أنا سوف أذهب وأرسل لكم المعزي، روح يسكن بداخلنا. ساعة ما تصدق أنه المسيح إجا من أجلك وأعطاك حياة أبدية، مات وقام من الأموات جسد وروح، هذاك الوقت يسكن الروح القدس بالداخل. وهذاك الوقت الروح القدس يبدي يصلي، يبدي يصلي بداخلنا، وتكون علاقتنا صحيحة مع الله. أرجوك اسمعني، الله ما بيحب نحط شروط عليه. اتذكر هذا الأمر، مش إذا عملت لي فلان أمر أعمل لك فلان أمر. لا، حب الرب من كل قلبك، ووافق باللي الرب يعطيك إياه. والله صبور يصبر علينا. يعرف في ناس كثير ما بتتعلم من أول مرة ومن ثاني مرة ومن ثالث مرة ومن رابع مرة ومن عشر مرة، يطول باله علينا. لكن بيعرف أيضا أنه في ناس تستغل محبة الله وتتمادى في الأخطاء. هذاك الوقت مثل ما قرينا ما قال سليمان الحكيم، الذي يحبه الرب يؤدبه، لأنه يحبنا مرات يؤدبنا، وكأب ابن يسر به. هلأ إحنا يا أهالي لما نأدب أولادنا بنكرههم؟ لا طبعا نحبهم، نريدهم يكونون أحسن، أحسن تربية وأحسن أخلاق وأحسن شهادة وأحسن ناس. بس مرات يتطلب قسوة شوي بس حتى يكونوا أحسن ناس. وهيك الله كأب يعمل معنا، مش لأنه يكرهنا، بس يجب علينا أن نطيع ونتغير. في مبدأ بالكتاب المقدس يقول من قال أكرم الرب من مالك، أنه أنا أعطي للرب. طيب كيف بدي أعطي للرب؟ بروح للكنيسة وبعطي. في مبدأ يقول عشور، تعرفوا كيف الزكاة؟ يعني لما أخذ راتبي مثلا 100 يورو أشيل أول 10% أو أكثر شوي وروح أعطي للرب، للكنيسة أو للفقير أو whatever. في ناس بتقول لك خليني أنتظر لنهاية الشهر، إذا زاد معي 10 يورو أروح أعطيها للفقير أو للكنيسة أو. طيب ليش يعني؟ ما أنا مين ضامن يا رب أنه راح يكفيني الميت يورو للشهر أو للأسبوعين أو whatever. طيب ومين اللي أعطاك الميت يورو؟ ومين اللي جابك على دولة آمنة؟ ومين اللي دار باله عليك هالسنين؟ ومين اللي ما خلاك تموت من جوعك؟ ومين اللي أكرمك بأمور عديدة ناس تحلم فيها؟ مش أنا. تتوقع إذا أنت عطيتني يا إنسان أنا رح أدخل عليك، بالعكس أنا رح أزيدك. تعرف بكل أمر قال بالكتاب المقدس لا تجرب الرب إلهك إلا بالعشور. قال جربوني يقول الله وأنا أفتح لكم جوى السماوات والأرض. أكرم الرب مالك. تعرف مرات كثيرة إحنا نفكر بالنهاية شو بدنا نعطي. إحنا عندنا مثل بالعراق من يصب شاي لضيف يعني حبيبه يقول له صبيت لك الشاي من راس القوري. تعرف شو يعني من راس القوري؟ يعني أول شيء بالبريد، يعني أول شيء سكبته يكون نكهته غير شكل. ما بعرف هم كلهم مثل بعض بس ما بعرف. عندنا بالعراق يقول له أنا أعطيتك من راس القوري أو من أو كيف عندكم كيف بتقولوا؟ من راس الطنجرة؟ من راس الطنجرة؟ من راس القوري. طيب أنا أكرم من رب من راس القوري أو من راس الطنجرة؟ أو بقول له خليك على الفضل يا رب، على الفضل بنهاية الشهر شو بيزيد معي بعطيك. لا لا، قل لك أنا اللي أعطيك وأنا اللي رح أباركك. صدقوني رح أحكي لكم اختبار. إحنا عشنا بلبنان 4 سنين، ومرتي ولدت ولدين عندي، واحد بالأردن واحد بلبنان، وكانوا صغار. وكان راتبنا بلبنان 4
وهال 400 دولار لازم ناكل ونشرب ونعبي بنزين ونشتري اشياء للاولاد يعني سنه وست اشهر عندي سنه ونص وست اشهر يعني بدهم سوري حفاضات يعني غيارات هي كلها بال 400 دولار ولازم بالبدايه اعطي 40 دولار للرب من روح الاحد الكنيسه احطها بظرف بيني وبين ربي هاي الكنيسه شو ما بتعمل فيها خلي تعمل المهم انا اقرب الرب من مالي هذاك الشهر يعني مديون انا للسوبر ماركت اشتريت ادويه لاولادي واشتريت اكل ومديون قعدت داريت على زوجتي غاده قلت لها غاده ما راح تكفي الفلوس بس تعرفي شو خلص راح اعطي الاربعين وكيف بدنا نعيش نتداين مش مشكله صدقوني اذكرها ولا راح انساها طول ما حييت عشرينتين عشرين دولار بعشرين دولار حطيتها بظرف ونزلت على الكنيسة وقعدت بالكنيسة ومثل ما عملنا رتلنا لإلهنا وراح سمعنا الوعظة وبلشوا القادة بالكنيسة يجمعوا العطاء وأنا حطيت الظرف 20 دولار هلا أخذوه وحطوه هون حطوه وخلص الاجتماع وبلشنا نسلم على ناس وبلشنا نحكي مع ناس وهون وجاني رجال كان يشتغل لحام قصاب قال لي يا خسان ما بعرف أنا عم صلي الصبح والرب قال لي هيك حسيت بصلاتي إنه لازم أعطيك هذا المبلغ أعطاني 40 دولار 20 تين إلهنا ما بيحب يكون مديون لحدا قال لي أكرمتني أكرمك الأربعين بعدها موجودة قدام عيني وهو أعطاني 40 أنا أعطيت من كل قلبي الرب أكرمني اللي خلص متعتها هذا هو إلهنا هذا هو سيدنا النقطة الثانية اللي يخبرنا سليمان طريق الحكمة مصمم على الحق يقول هنيئا للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم لأن تجارتها تجارة الحكمة خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص هي أثمن من الآلة وكل جواهرك لا تساويها في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط الرب بالحكمة أسس الأرض أثبتت السماوات بالفهم بعلمه انشقت اللجاج يا ابني لا تبرح به من عينيك احفظ الرأي والتدبير فيكون حياة لنفسك ونعمة لعنقك الناس صارت مشغولة بالسعادة أنا مش مبسوط وأريد أكون مبسوط على اللغة السورية واللبنانية العراقية مبسوط يعني مضروب أنا مش مبسوط I'm not happy أنا لست سعيدا الرجال يترك مرته أنا مش مبسوط المرأة تترك زوجها أنا مش مبسوط يغير شغله أنا مش مبسوط مش عاجبني بلدي مش مبسوط بدي اروح غير بلد ما بدي اروح على الكنيسه مش مبسوط بدي اروح على غير الكنيسه مش مبسوط مع الجيران بدي احاول مش مبسوط وصار هوس العالم انا لست سعيدا انا مش سعيد انت ما ممكن ان تكون سعيد بمعزل عن القداسه طالما انت انسان خاطئ ما ممكن ان تكون انسان سعيد ويضل شيء صحيحة مع الله خبز وبصل هذاك الوقت يخليك تكون سعيد السعادة فقط تأتي مع القداسة قريت قصة كتبها كاتب مسيحي تترجم لنا كيف الشيطان يضيع أولاد الله أو المتقين واختلق شخصيتين الكاتب الشيطان الأكبر اسمه سيكروتيب والشيطان الأصغر اسمه ورمود الشيطان الأكبر قاعد بخطط ويبعد هذا الصغير الشيطان الصغير يروح يبعد الناس عن كلمة الله ويبعد الناس
الناس عن كلمة الحياة الأبدية ولا تقروا ولا تروحوا ولا تسووا ولا تعملوا وتفضل روح نوادي ليلية وتفضل العب قمار وتفضل اعمل السبعة وذمتها حتى تكون سعيد. وكانت المشكلة الكبيرة لما في ناس كانت تبدي تتوب وترجع إلى الله وتروح كنيسة وتتعرف على يسوع المسيح يجن جنون الشيطان الكبير سكرتير ويبدي يعاقب الشيطان الصغير وبعدين يقول له لحظة شوي فينا نعمل أمر جديد. مش هذا الإنسان أصبح تقي؟ بدي أشغله بالهموم، بدي خليه يفكر انه اوكي بس في شغله ناقصه، انا بعدني ما عامل هالشيء، انا بعدني ما ماخذ اقامه، انا بعدني ما مستقر، انا بعدني ما متعلم اللغه، انا ما عندي شغل جيد، ويظل مهموم 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 وشوي شوي يدخل الحزن الى حياته. يقول الكتاب المقدس لا تحزنوا لان فرح الرب هو قوتنا. لما تكون فرحان تكون قوي، ولما تكون حزين ما أحسن وما أسعد إبليس في تلك اللحظات. ما بده يعني نكون أقوياء ولا بده يعني نكون فرحانين. قالوا ركز لي على همومهم، خليهم دائما يكونوا مهمومين. في ناس عرفت في هذا الأمر وبلشت دائما تكون شكورة ودائما تكون فرحانة مع إلهها وسيدها. بعدين قال له لحظة شوي في أمر الله عطال الإنسان. الشيطان الأكبر عم بيقول للشيطان الصغير في أمر الله عطاه للإنسان خليه يشوه صورته المتعة. خلي رح أقرأ لكم إياها مثل ما مكتوبة. المتعة هي من اختراع الله، والمعادلة هي معادلة بسيطة للوصول إلى الجحيم. قدم شوق متزايد لمتعة زائلة، والهدف الأسمى هو الحصول على الإنسان مقابل لا شيء. فهمتوها؟ أعيدها. قدم توق متزايد لمتعة متناقضة أو زائلة، الهدف الأسمى هو الحصول على نفس الإنسان مقابل لا شيء. تعرفوا قديش أمر عميق هذا؟ متعة زائلة مقابل لا شيء. تشوه صورة المتعة. أنا لما أحكي عن المتعة في كثيرين يفهموني غلط، شو عم يحكي؟ متعة، شفتوا؟ تشوهت على الكلمة. الله عطانا أن نفرح بالحياة بشكل صحيح دون أن نخطئ إليه أو إلى بعضنا البعض، لكن إبليس حولها. المتعة هي عندما نخطئ إلى نفوسنا وإلى الله وإلى الآخرين، ويا ريتها بتفيد زائدة. ثالث مجازات لطريق الحكمة هي هدوء وسلام وسكينة. رح أحكي لكم ليش كثير ناس أو مسيحيين ما يعيشون في هدوء وسلام. بيوم من الأيام في قصة بالكتاب المقدس، يمكن إخوتنا اللي مش قارين الكتاب المقدس، في قصة بيوم الأيام حكى الرب يسوع المسيح عن شخصين، واحد اسمه الغني وواحد اسمه لعازر. الغني عاش حياته مثل ما بيريد وصرف وعمل وسكر وعربد وعمل السبعة وتمتها ومات. وين راح؟ للجحيم. ولعازر عاش مريض آلام تقي، كان يحب الرب، كان يشكر على كل شيء ومات وصعد للسماء. وعم يحكي القصة يسوع المسيح وقالهم انه صار في حوار بين هذا وبين هذاك، لا هذا في روح للجحيم ولا هذا في روح للسماء. المهم هذا محور القصة. بيوم من الايام في الكنيسة اخذوا الاطفال وراحوا بصف قاعدين، واجت المعلمة: يا حبايبي يا حلوين، حابين احكي لكم القصة اليوم عن الغني ولعازر. وحكيت لهم القصة عن الغني ولعازر، وبعد ما خلصت القصة شو يا حبايبي مين بدكم تكونوا انتو، الغني او لعازر بحياتكم على الارض؟ ما حدا جاوب. ولد صغير رفع ايده قال لي انا بالحياة بدي اكون مثل الغني وبالموت بدي اكون مثل لعازر، ما بده يخسر ولا شيء. وهي احنا مرات كثيرة ما بدنا نخسر شيء، بدنا نمسك العصا من النص. بدي الحياة والمتع وبدي السماء. طيب ما في شروط للحياة؟
رح نرجع إلى الموافقة المشروطة. لا، لا يوجد شروط عند الله. الله أعطانا طرق عديدة أن نعرف. يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في يسوع المسيح الذي جعله وارثا لكل شيء والذي به أيضا قد عمل العالمين. إحنا نؤمن أن المسيح حي، بس في كثيرين يقول لك لا يا جماعة، يا حبايبي، يا تاج راسي، يا أخواني، الموضوع مش دين، مش مسيحي ومسلم وشيعي وسني وكلداني وسرياني وإنجيلي وقبطي. لا، المسيح اجى للعالم كله، ولا بده يانا الله بالسماء على أساس هوياتنا وأدياننا، على أساس قلوبنا فقط. أعطيني قلبك يقول الله، وتلاحظ عيناك طرقي. في كلمة قال الرسول بولس كثير عجبتني وراح أحكيها للجميع، قال: تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. تعلمت. مرات كثير احنا نعاند وما نتعلم. يمكن هذا الامر يكسر كبريائي، لا ما بدي اعمله يا عمي، هذا الامر صح، لا 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 ما بدي اعمله. تعلمت ان اكون مكتفيا. تعلمت ماذا تعلمنا في هذا المساء؟ ما بعرف. يمكن ما تعلمت ولا شيء، ويمكن تعلمت درس جديد لحياتي. أنا ما بعرف ظروفك، بس أنا اللي أعرفه لما نتسلم أمورك بين إيدي الله، الله سوف يهتم بك كأب وابنه. شوفوا نهاية المقطع، يقول: إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. أنا واحد من الناس كنت بصعوبة أنام لسنين عديدة. في ناس بصعوبة تنام، تحط رأسها على المخدة والقضية الفلسطينية تجي برأسها بهذاك الوقت، وحرب سوريا وحرب العراق وحرب الخليج، ويتذكر من كان صغير من أدى، وكل قصص الدنيا تجي ساعة ما يحط رأسه على المخدة. وفي ناس يا محلاها قبل ما تحط الرأس على المخدة الشخير يوصل للباب. الرب يعطي سلام لأولاده، لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك. تعرفوا الرب حاطط، إذا اتكلنا عليه وسلمنا حياتنا له وعرفنا وصدقنا أن المسيح أجى من أجلنا، هذاك الوقت يقول الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تؤخذ. بعدين شو بيقول لك؟ لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يديك أن تفعله. يعني يجيني أخوي: يا حبيبي أنا ما عندي ولا خبزي بالبيت. طيب روح بعطيك بكرة. شو وأنا عندي؟ حتى لو عندي خبزي بقدر أقسمها، أنا ما رح أموت من جوعي. أو أنا فيني أعمل له شيء، أقول له روح بعدين. لا، طالما تستطيع أن تعمله الآن أعمله. أنت ما ضامن رح تعيش لبكرة، ولا ضامن جارك أو صديقك أو أخوك رح يعيش لبكرة. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. لا تخاصم إنسان بدون سبب إن لم يكن قد صنع معك جرا. لا تحسد الظالم ولا تختر شيئا من ضربه. هكذا يوصينا الله. مرات كثيرة نتذمر على الله ونقول له: طيب ليش فلان شرير حرامي أخذ الإقامة قبلي، حصل شغل قبلي؟ لا تغار من الأشرار، لا تغار منهم. أنت لك بصمة، أنت تقبل زوجتك تقارنك برجال آخرين؟ تقبلين زوجك يقارنك بنساء آخرين؟ ما تقارن بينك وبين أحد مع الله أبدا. أنت عندك بصمة أمام الله، الله يحبك كما أنت، الله يعطيك حسب قدرتك. لا تعترض على الله بشيء، لا تقل لماذا عملت مع هذا ومع
هكذا إلهنا، ما نقارن، ما لنا علاقة. كونوا شاكرين كل حين على كل شيء. اليوم فيك تأخذ موقف بينك وبين الله، تقول يا رب أنا من اليوم أسلمك حياتي بالكامل. يا رب مرات كثير أنا حفرت لنفسي آبار، أنا اليوم جاي عندك أنت الماء الحي. فيك اليوم تسلم له حياتك، فيك اليوم تقول له يا رب أنا بالكامل إلك، أنا أتوب على كل صار. مش عيب نغلط، مش إحنا بشر، إحنا بشر، بس العيب نستمر في الغلط. يجب أن نصحح نفوسنا وقلوبنا. خلونا نسكح قلوبنا بكلمة صلاة، نصلي ندعي مع بعضنا البعض. غمض عينك، غمض عينك، غمض عينك. ما بدي إياك تشوف أخوك أو أختك اللي بجانبك، فكر فقط، فكر بالله. غمض عينك، أترجاك غمض عينك، كون معي شوي. حسيت أن الله كلمك في هذا المساء، إذا حابب أنه أدعي لك وأصلي لك بسرعة أعطيني إشارة برفع اليد ونزلها. آمين ربي باركك، آمين آمين ربي باركك، آمين ربي باركك، آمين ربي باركك، ربي باركك أخوي، ربي باركك، آمين ربي باركك، ربي باركك حبيبي، ربي باركك، آمين آمين آمين. طيب بينك وبين نفسك قل له يا رب أنا اليوم أسلمك حياتي بالكامل، سامحني يا رب لأنه مرات كثيرة أنا عاندت، أنا قاومت، أنا أخطأت. يا رب من اليوم أنا أفتح صفحة جديدة. وإن كنت تؤمن بأن عيسى الحي، يسوع المسيح حي، قل له أنا أسمعك وأنت تسمعني، أنت من اليوم أريدك تبارك حياتي. قل له يا رب أنا إنسان جديد في هذا المساء، ساعدني أن أحيا حياة مرضية أمامك. يا عيسى الحي، يا يسوع المسيح، أنت بارك بيتي وحياتي وفرجها أنت بالأيام الجاية لأنك حي وتسمعني. آمين. أنا راح أعطي مجال. أنا أؤمن أنه عيسى المسيح أو يسوع المسيح حي، وهو وإلهنا شافي، وإلهنا هو يباركنا ويحل أمورنا ومشاكلنا. دائما أنا أحب أنه أصلي للناس، أدعي لهم. فاللي يحب أنه أدعي له اليوم بأي مشكلة كانت أو أطلب له البركة من قبل إلهنا، أهلا وسهلا، المجال مفتوح. بس قبلها أنا أرحب بشكل خاص بابنتي الروحية لمياء، وابنتنا ابنة الكنيسة من بغداد أخت نادية ونصير. ايضا هذول اولادي، اولادي بالايمان، اولاد كنيستي. صدقوني فرحت لما شفتهم اليوم، قطعوا مسافات طويله جدا حتى ياتوا ان يروني هنا. فارجوكي الله اعطيها موهبه رائعه، صوت رائع ترتل فيه. يا ريت تجي تعطينا ترتيله خاصه، طالما هي ترتل اللي يحب يجي ان اصلي له وان ادعي له واطلب له البركه او اطلب له الشفاء من الهنا، اهلا وسهلا، المجال مفتوح للجميع. انا ما راح استعمل الميكروفون، راح اعطيه للاخت لمياء، لان صلواتنا مع الناس هي امور شخصيه. مين يحب يجي اصلي له؟ اهلا وسهلا. عرفت مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عرفت مش قادر شايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح، تعال يسوع عنده الأفراح، تعال يسوع عنده الأفراح، تعال إليه وسلم ليه وحب. خطايا مضي ويضمن كل
هتفضل عايش مشتهى
بس قلت لك حبيبي اختارك نصيبي كيف بدأ الحياة ربي أراك أراك دلوقتي.
وبسمتي ربي أراك دربي ونسمتي من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي إلي تدنو إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي تمسح دموعي وترثيلي تشفي عجوعي ربي يسوعي وتهديني إلي تدنو إليك أرنو مسلما لست لذاتي time.
الاجتماع انتهى وربنا يكون معاكم ويحميكم ويبارككم من كل شر.